السلام عليكم، رجعتلنا من فيديو جديد. فيديونا كله هاتف سامسونج A13. قبل ما نشوفو سير التليفون هذا ونهضرو على المواصفات تاعو، متنساوش ديرو جيم فيديو، اشتركوا في القناة دونك مشتركين، الانستغرام تتقفلو صح ديالي ابوني. ونبدأ نبداو بالشكل تاع التليفون هذا، راكم تشوفوا الشكل تاعو. سامسونج ما ولاتش تبدل بزاف اشكال، تشد شكل واحد و من داك ديرو صغير الشكل هذاك، من داك دير ديرو كبر، من بدلو فايس خفاف برك في الحواف كما تشوفون، تحس عفسا بدلها. بصح كي تشوفو نفس الشكل تاع سامسونج اللي هو يستعملوه العام هذا، الفرق بينه وبين العام اللي فتح. كي تحط الشكل زعما تاع تليفون من قبل جايب الشكل هذا تاع العام اللي فات، تحس بلي هذا جاي الكاميرا دوك جاو يخرجوا ديريكت من الجهاز، من قبل كانت عفسه تجي خارجه تاع شكل برك ما تهمش. المهم نهضرو على المواصفات تاع التليفون هذايا. المواصفات تاع الهاتف هذا يجي كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل، الشاشة تاعو يجي 6.6 انش، بالنسبة للشاشة تاعو LCD 60 هرتز، يجي بروسيسور من سامسونج لي هو إكزينوس 850، الرام وستوكاج يجي نسخ 4 6، ستوكاج يجي 64 128، البطارية تاعو 5000 ملي أمبير، الشحن السريع تاعها 15 واط. الشحن السريع تاعها لو كان زادولو شوية حيكون خير، أغلبية الهواتف دوك اليوم يدورو كثر من 18 واط. وهذو هما أغلب المواصفات الأساسية اللي يجي بيهم تليفون هذايا. نهضرو على السعر تاع التليفون هذايا. سعر التليفون هذا تلقاوه يدير ستي التيفون غير كيما بدا يتوفر، سما السعر تاعو موش مستقر مليح، تلقاوه من 3200 3400 النسخة تاع 4 رام 64 جيجا، نسخة تاع 6 رام 128 جيجا، تلقاوه من 3900 4100. ومقارنة بالمنافسين أنا كاين تيفونات وحد أخرين أقوى منه شوية، هو يتفوق في فايس وكل تيفون فاش يتفوق، سما من ناحية المنافسين كل واحد وش يفضل. الفئة السعرية هذه كاين بزاف تليفونات. ايوا هكذا في اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا فتكم به، كما قلت لكم ديروا جيم فيديو، اشتركوا في القناة ومشتركين الانستغرام تاعي قبل صح ديال ابوني، قولوا شكون حابين تشوفوا فيديوهات جايه، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.